يا جلجل يا بدوي، تعالى معايا بقى اعرفك بالناس بعد اللي انت عملته معايا. عملت ايه بس؟ ما عملتش حاجه ولا تحرجنيش يا راجل. عيب عليك، ده حقك. اتفضل. تكسفنيش. تعالى ماشي. هات مايك. يا مساء الخير. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين. انا احب اقول كلمه. النهارده طبعا الحفل السنوي اللي احنا بنستناه من السنه للسنه، والنهارده يتزامن مع الحفل ده انتصار جديد ونجاح جديد. بس برضو لازم اقول مين السبب في هذا الانتصار وهذا النجاح. مين اللي حرك الدينامو؟ مين اللي اشعل الشعله؟ مين اللي اثار الاثاره؟ الحقيقه هو انا، والفضل يرجع لي، ولازم نرد الفضل لاصحابه. بس في بقى كمان اللي شجعني، وقف جنبي ودعمني، وده من حقه ان انا اقول هو مين، لانه موجود معانا هنا. الشخص ده هو انا، لان انا من غيري ما كنتش وصلت لاي حاجه. فانا بشكرني على وقوفي جنبي. ربنا يخليني ليا وما يحرمني مني ابدا. واخيرا اقدم لكم جلجل، صديقي في المطلق ونعم الصداقه. اتفضل يا جلجل. مساء الخير عليكم جميعا. سعيد ان انتم موجودين وان انا موجود وسطكم. كنت عايز اقول بس على حاجه. لا لا لا، انجز، كفايه كده. شكرا ليك. رايك في الكلمه اللي انا قلتها؟ ما انا بسقف لك وانت قلت المختصر المفيد. صح، انت ما لحقتش تقول المختصر يعني. بس تمام، مش انا اقعد ارغي واتكلم عن نفسي يعني. بس انا مبسوط انك جيتي. وانا كمان مبسوطه يعني. انت لذيذ كده وبتغير لي مودي. عادي، من ايه الجديد يعني؟ يعني لا بس انا مبسوط بجد والله. اصل يعني بقى بدايه كارير جديد احلى، بدايه صحوبيه جديده احلى، وتحس كده الدنيا هتبقى لذيذه. ما رضيتش اقول الكلام ده في الخطبه عشان ما اصيحش يعني. طب ثواني بقى هشوف. يا جلجل. يا بدوي. سوري. دلوقتي في مشكله، انا عايز اتهرب من الضرايب. حلو. فلازم تشتري جمعيه خيريه عشان اهرب بيها من الضرايب. ماشي. قدامي بقى كذا جمعيه. في واحده اسمها الزهره. واحده اسمها المستقبل. ماشي. واحده اسمها اخواتي. ايه؟ اخواتي. اخواتي طبعا. طبعا. خلاص هشتري الجمعيه الخيريه اللي اسمها اخواتي. دي جمعيه بابي اللي هي كانت مشكلتها الصبح اللي كنت بحكي لك عنها، يعني كده مفيش مشاكل تاني. خلصتها لك وانا عيل. الله.